المالية تعلن تسجيل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي من يوليو إلى ديسمبر 2021. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية. صندوق النقد يتوقع خفض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نشرة اقتصادية مفصلة، أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيد خلال لقائه بوفد من مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد تسجيل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية. وأشارت الوزارة إلى تخصيص 200 مليار جنيه سنويا لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تستهدف توفير سكن كريم للمواطنين. قال وزير البترول طارق الملا إن الرئيس السيسي أكد التزام مصر بإعطاء القارة الإفريقية ورؤيتها في التحول العادل للطاقة أهمية وأولوية قصوى خلال القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الاقتصاد والطاقة الإفريقي الذي عقد في مدينة هيوستن الأمريكية. وشدد الوزير على أهمية توفير التمويل للدول الإفريقية لمعاونتها في مواجهة تغير المناخ، بالإضافة لتأكيده على حق الدول الإفريقية في استغلال مواردها من الغاز الطبيعي والبترول. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية. من جانبها أكدت هيئة قناة السويس على انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي لقناة السويس وفقا للمعدلات الطبيعية، وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير الماضي أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية. التقت وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط بوزير شؤون جنوب آسيا والكومنولث لبحث العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة وفتح المزيد من مجالات العمل المشترك. وتحدثت الوزيرة خلال كلمتها في مؤتمر لمؤسسة فاينانشال تايمز حول تمويل التغيرات المناخية ومناقشة الرؤى القابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالعمل المناخي ودفع الالتزامات العالمية بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار بأنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للبرج الهلالي الشمالي بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استغرقت أعمال بناء الهيكل الخرساني 18 شهرا منذ الانتهاء من أعمال الأساسات في شهر سبتمبر 2020. أوضح الوزير أن البرج يحتوي على جزئين يربط بينهما كوبري معدني، ويحتوي الجزء الأكبر من البرج على فندق، والجزء الآخر يحتوي على شقق فندقية وأماكن مخصصة لانتظار السيارات ومركز تجاري كبير. أكد وزير الكهرباء محمد شاكر حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والرخاء والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال احتفالية تخريج 64 متدربا إفريقيا في 5 برامج تدريبية أبرزها برنامج إدارة الطاقة. في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية، شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة احتفالية تخريج 64 متدربا من دول السودان وأوغندا وجيبوتي وبوروندي والصومال في 5 برامج تدريبية على يد خبراء مصريين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. احنا دائما من مدة طويلة من الزمن انه ندعو مجموعة من الزملاء من دول أفريقيا المختلفة
المتخصصين في مجال الهندسة الكهربية، عشان أولا فيها نوع من تبادل الأفكار كمان، وأيضا بندي مجموعة من الكورسات اللي بدرجات مختلفة، بدرجات بسيطة ومتطورة، وماشيين على هذا المنهج. بس حاجة تانية كمان ممتازة قوي، هي بتجعل نوع من الترابط ما بين الناس وبعضها. حتى لو واحد عنده مشكلة في بلده وممكن يقدر يكون سلط، يعني يعمل استشارات عندنا، والعكس بالعكس احنا ممكن تكون في حاجة معينة برضو نلجأ لهم في عملية التباحث. هي نوع من تبادل المعرفة، واحنا الحمد لله دي احد الامور الهامة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة، ان احنا نتعاون مع كل الاخوة بانفتاح شديد، وهو تبادل معلومات مفيد للاطراف كلها. نعمل 4 كورسات في يعني خاصة بالطاقة الجوية المتجددة، منها اللي هي الخلايا الفوتوفولتية، ونعمل سولار الخلايا الشمسية الحرارية، في الخلايا الفوتوفولتية وخلايا الحرارية، وفي اللي هي تدريبات على الطاقة المتجددة بصفة عامة، وفي تدريبات على كورس الويند اللي هي طاقة الرياح. دي 4 كورسات احنا بنقدمها للدول حوض النيل والدول الأفريقية الأخرى يعني. كما أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعبا وقيادة، ودور الوزارة في تقديم كافة وسائل الدعم أثناء التدريب. استفدنا كثيرا الحمد لله من الدورة التدريبية، كان في تبادل للخبرات، تبادل للمعلومات في مجال الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة. تبادلنا مع إخوتنا المصريين وإخوتنا في الدول الأفريقية معلوماتنا في مجال الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، وعرفنا معلومات كثير من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. عايز أشكركم لكل الشعب المصريين، تحياتي لهم، وإن شاء الله نرجع يعني كذا كذا مرة، مو أول مرة. وكمان أتمنى لكل أصدقائي كل الزملاء يعني المصريين، إن شاء الله كمان أنا أستقبلهم على بلادي إن شاء الله. كما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إلى نجاح قطاع الكهرباء في تنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 8000 إفريقي، وإفات حوالي 39 خبيرا مصريا من القطاع لعدد من الدول الأفريقية لإعداد خططها الوطنية، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة. شراكة مستدامة وأخوة عميقة مع كافة الشعوب الأفريقية، مصر تواصل دعمها من خلال تدريب الكوادر ونقل الخبرات في كافة المجالات، إيمانا منها بأن ازدهار أفريقيا يمثل قوة لمصر. بسمة الشاعر، النيل. أكد وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان أن قرار منع تصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان إلا بعد موافقة الصناعة يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على الحد المطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي. أوضح الوزير اللبناني أن الأزمة العالمية قد تطول، ولا يمكن التوقع بتاريخ انتهائها ولا بالأضرار والانعكاسات التي ستخلفها في الدول والمجتمعات. عدل الاتحاد الأوروبي بالزيادة استثماراته في المغرب على مدى الأعوام 7 المقبلة ليصل إلى 8.4 مليار يورو لدعم خلق فرص عمل. يهدف التعهد الاستثماري أيضا دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة 1.6 مليار يورو في إطار خطة تحمل اسم البوابة العالمية لزيادة الربط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه. أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات غير المسبوقة التي تم فرضها على روسيا ستجبر الصندوق على خفض توقعاته بشأن أفاق النمو الاقتصادي العالمي في اجتماعات الربيع في إبريل المقبل. وأوضحت جورجيفا أن العملية العسكرية الروسية تسببت في انكماش حجم التجارة العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة وتضخم اقتصاد العديد من الدول ووقوع دول كثيرة في القارة السمراء تحت عبء الدين. أعلنت صحيفة إكسبرس البريطانية أن بعض المصانع في المملكة المتحدة قد تضطر إلى الإغلاق بسبب الحظر المفروض على المواد الخام الحيوية القادمة من روسيا. وقال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة إن المصانع قد تكون مهددة بسبب تعطل إمدادات المواد الخام الثمينة، حيث تأتي المعادن مثل النيكل والبلاتين بشكل حصري من روسيا.
عودة للشأن المحلي، حيث أطلقت مؤسسة الأهرام فعالية معرض عاصمة الأمل 3 للعقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور كبرى الشركات العقارية العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة. نتابع. تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انطلقت فعاليات معرض عاصمة الأمل 3 والذي تنظمه مؤسسة الأهرام للعام الثالث على التوالي للشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تصور أنها مشروع بيقود حركة العمران في مصر، يعني هي مش مجرد بس برضو مشروع سكني، لأن هو ده موديل الدولة بتسعى إلى تعميمه في كل المناطق العمرانية سواء الجديدة أو القديمة. هو ده موديل إن شاء الله لما بينجح هيبدأ يتم تطبيقه في القطاعات الأخرى من المدن الجديدة ثم المدن القديمة والمناطق العمرانية القديمة. على هامش المعرض عقد لقاء مفتوح مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية بحضور المطورين العقاريين المشاركين في المعرض والصحفيين. عشان نشوف كل المشاكل اللي موجودة، هو طبعا المشاكل دي مكررة لأن كل المطورين بيجوا عندنا هناك وبنقعد معاهم وكل واحد له مشاكل بنحلها، لكن واضح من المعرض ده ان في انطلاقه كبيره جدا بالنسبه للمطورين، يعني ناس نفذت 70% و80%، واضح نسبه البيع عاليه كمان قوي، يعني اذا الموضوع ناجح. لما يكون في بيع كويس وفي تنفيذ كويس يبقى المشروع ناجح. دعم الدوله واصرار الدوله على دعم مثل هذا المشروع القومي، فده ادانا الشجاعه ان احنا نستثمر في اكتر من ارض في العاصمه الاداريه. يشارك في المعرض اكثر من 18 شركه من اهم الشركات العامله في العاصمه الاداريه الجديده، حيث تتنافس فيما بينها لطرح مشروعاتها والتي تتنوع انشطتها ما بين السكني والتجاري والاداري والطبي. كما تقدم الشركات مفاجآت أثناء المعرض تشمل عروض وخصومات حصرية في الأسعار ونظم السداد. يأتي المعرض في ظل سعي الدولة لتطوير السوق العقاري من خلال إقامة عدد من المشاريع العقارية وإقامة عدد من المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية لتوفير احتياجات السوق من العقارات وتنمية وتطوير المجتمع. منذر أبو دوح، النيل. ختام أخبارنا الاقتصادية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. المالية تعلن تسجيل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي من يوليو إلى ديسمبر 2021. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية. صندوق النقد يتوقع خفض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نهاية نشرتنا الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.